السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم عصير منعش ورائع في المذاق. بالنسبة للمكونات عندي هنا يا نصف لتر ديال العصير الليمون، حك ديال دانون بنكهة الفريز، كذلك حبات ديال الفريز، وجوج جزرات، اثنان جزرات غادي نقطعهم طريفات وغادي نسلقهم ان شاء الله، وكذلك السكر حبيبات على حسب الذوق على بركة الله. من بعد ما تسلق لي هذاك الجزر غادي نوضعه في الماكينة ديال طحانة العصير، وغادي نضيف عليها الفريز، وكذلك غادي نضيف عليها دانون بنكهة الفريز، نأكد بأنه يكون بنكهة الفريز. بالنسبة السكر على حسب الذوق، تقدروا تستغنيوا على السكر حبيبات، أنا ضفت جوج ملاعق كبار، يعني هذا اختياري. كاين اللي يكتفي غير بالحلاوة ديال العصير الليمون وكذلك ديال دانون، أنا ضفت جوج ملاعق على بركة الله. غادي نضيف على هذه المكونات عصير الليمون، نصف لتر ديال عصير الليمون. بالنسبة الكمية هي اختيارية، كما تيبان لكم أنا دابا تنطحن فيه، وتقدروا، انا ما عنديش الفريز في المجمد، يعني هاد العصير بعض المرات نجبد الفريز من المجمد وتنطحنو تيجي رائع ويجي عاقد على بركة الله. غادي نوريكم النتيجة النهائية ما شاء الله. هذه النتيجة النهائية ديال هاد العصير اللي حضرته معكم، يعني تقدروا تستعملوه، يعني تصوبوه في رمضان من بين تحضيرات رمضان، تفطروا به ما شاء الله. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وإلا كنتوا اول مره دخلتوا القناه ديالي، ما تنساوناش قبل ما تخرجوا من الفيديو ديروا اللايك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، وتبارطاجوا مع الاهل والاحباب فضلا وليس امرا. ونتمنى من الله هذه الايام المباركه تدخل عليكم الصحه والسلامه. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. وإن قلت إلا فالمصير إلى نفق، وصدق وصادق كل ذي صدق، فما يفوز بفضل الله إلا الذي صدق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا، إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. ويا ليت في الدنيا يكون شعارنا، إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق. إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. تمر بنا الأيام سرعة كأننا نرى سرعة الأيام كالبرق إن برق. فإن كنت ذا لب حصيف وحكمة، فلا تجعل الأيام تمضي كما سبق. وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. وحث إلى الرحمن سيرا، فإننا على هذه الدنيا كحبر على ورق. سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش حريصا على الدنيا.